السبب اللي خلاني اني نخش للجانب هذا حبي وشغفي للموضوع هذا بالذات انه في ليبيا ما فيش اي اهتمام بجانب التكنولوجي والروبوتات والحاجات هذين، يعني اغلب المدن الاخرى والبلدان الاخرى عندهم مواكبين العصر من حيث الروبوتات وكل الخدمات التقنية والمهنية عندهم بروبوتات، احنا في ليبيا قاعدين الانسان هو اللي يخدم هكي. فشفت تابعت عدة صفحات وهيكي شفت ان في فريق في مدينة بنغازي اسمه سوبر، تلاقيت معاهم في اسبوع العالم ريادة الاعمال، حبيت اني نتواصل معاهم ونشوف ان هل من الامكانية اني انا نقدر انضم للفريق او لا. توصلت معاهم وتقريبا فترة اسبوع بس وبشرت معاهم في الشغل، كنا نركبوا في القاعدة ونفكوا نلقوا فيها اخطاء ونردوا نركبوها مرة تانية ونفكوا ونردوا نركبوها مرة تانية عندما اتقناها وقعدنا نركبوا فيها باحتراف. اي خشيت ما عنديش اي معلومة عن اي قطعة عندنا، يعني حنكمل في المجال التقني هذا، اني انا بديتها من سن صغير فحنكمل فيه لقدام.